مهم جدا. عندنا موضوع مهم قوي 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 وكلنا تابعناه امبارح. امبارح افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعمال القمه العربيه الاوروبيه اللي بتستضيفها مدينه شرم الشيخ. من اللي شفناه امبارح تاكد للجميع ان القمه دي بتشهد اضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والاوروبي على المستوى الرئاسي. القادة هيناقشوا التحديات اللي بتواجه الطرفين العربي والأوروبي. خلونا نتكلم النهاردة عن التعاون الاقتصادي والشراكة التجارية بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي. المنطقة العربية بتعتبر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي، وبتعتبر أيضا في المركز الخامس في ترتيب الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي. أيضا المنطقة العربية احتلت المرتبة الثانية كان عام 2016 كسوق للصادرات الأوروبية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.